السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في الحلقة الأولى من لعبة ساتسفاكتوري. قبل ما نبدأ اللعبة أحب أشكر أخي وصديقي محمد، هو اللي دلني على هذه اللعبة فلك الشكر. خلينا نشوف هذه اللعبة مع بعض. نحن نازلين في مكوك فضائي لسطح كوكب عجيب. يلا نبدأ. بسم الله. فكل هذا ايوه افتح. يلا بسم الله. والله خطيره الرسومات، شوف يده كيف مرسومه بعنايه بصراحه. تمام، شوف اخذ معاه الجهاز هذا السكانر حقه، رهيب رسمته كذا مره رهيب. يا سلام. يلا حطينا رجلنا على الكوكب، خرجنا من المكوك، واكيد الحين هذه حتتفلسف علينا الكلام. ويلكم 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 حتى. يلا يلا اسمك ايدا. طيب ايش المهمه الاولى؟ هذا النبات ايش؟ والله شكله يتاخر. شوف هذا الحيوان، حيوان هذا ايش؟ واو رهيب الكوكب، رهيب الكوكب شكله. تمام يلا هرجع. يقول اضغط الاف عشان نفتح الديسمانتل، هذا الجهاز حق اللي اخذناه رهيب. شوف كيف الغطا حق الزر رهيب. سوي ديسمانتل. اوف شلنا كل شيء. طيب حلو، غلقنا المهمه. اوكي all important fixed data and communication is stored in the codex including these steps. واو كوكب اخضر. طيب ايش المهمه اللي بعدها؟ جمع ما حنقول لا. تجميعات هذه مهمه، اكيد حنبني شيء ولا حنسوي. طيب يقول لك افتح الكودكس، هذا كل شيء تبغاه اظن. بارتس اكويبمنت هنا، هذه كل الاشياء اللي اظن اللي نكتشفها حتيجي معلوماتها. طيب حلو. طيب ايش في كمان شيء ثاني؟ سكند اوبجكتيف بليز انشور يو هاف يور فيكس ات انكوربوريتد زينو زابر اكويبد بيفور ليفينج ذا دروب زون. يقول لازم احط السلاح. اكوردينج تو فيكس ات ريجوليشنز ايفري بيرسون شود هاف اكسس تو ا واو. شوف الجهاز، شوف الجهاز خطير خطير الجهاز كهرباء رهيب. حتى يقول لك ممنوع. طيب يقول لك اضغط تدور على مكان حديد. من بدايتها حديد. اضغط اف يقول لك، قول ابغى حديد. السكانر يشغل السكانر يقول له فين مكان الحديد. اوه شوف مكان الحديد قديش والله كثير هنا. ممتاز حلو، خلينا نروح ناخذ حديد وناخذ ورانا شجر. ما انت عارف ايش نحتاج، فايبر ولا شيء. اوه شوف الحديد هناك. اوه شوف الحيوان هذا كيف، ليه كذا شكله معاق كأنه حبحبة تمشي، حتى ما له وجه ولا ايه. الله انت داري. هذا حديد هذا؟ اي والله حديد كسر. يقول لك اوف اح اح. Fourth objective, build the hub. اوف note, to هذا complete this objective, the resources salvaged from the drop اوف بعد هذا جاي ينطحني، جاي ينطحني. Ensure the hub is built on spacious open terrain. واو. close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result. واو تعال والله عورني. بس نطحت وطيحت منه ايش هذا الشيء، والله اخذت معاه الصدفة حقته. روح بيز. طيب ايش يقول لي؟ انا ما قعدت اخذ حديد ويبغاني ابني هب، بس يقول لك الهب لازم يكون عند الحديد. تمام هنا في حديد نبني عنده الهب، يعني هذه نوت اظن. شوف هذه نوت. اوف هنا يعني مليان حديد شكله. طيب وهذا ايش بعد؟ والله حيوانات شرسه هنا. هذا برضو حديد، والله حديد. اوب 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 اوب. طيب نبني، يقول لك ابني الهب جنب ال، طيب نبني هنا. شايف الطرق هنا، شايف مكان واسع. حلو فين في حيوان؟ صوت الحيوان. يا الله خلاص تركني في حالي. يقول لك ابني الهب. طيب نبني الهب لازم عند مكان حديد عشان ما نتعب. يقول لك ما تتورط، حطه في مكان حديد. شايف انا الحديد هنا. يا الله نتفني. تعال تعال انت كذا حتبهذلني، انت قاعد تنطح فيها.
المنطقة هذه هنا في حديد أظن مناسب. أح والله عورني والله عورني. يلا روح إن شاء الله بس ما يرجعوا. هنا في حديد وهذا الثاني إيش؟ حديد. حلو ممتاز. نبني تحت هنا زي ما كنا نبغى. طيب أبني أبني هنا أبنيها. تمام أخذنا بنين. حلو بنينا الهب حقنا. إيش بو كذا بيتنا ما سقف ما في سقف ولا شيء. حلو. طيب اديني اديني ايوه يقول لك سوي ابجريد للهب. هذا الهب حقك ليفل واحد سوي له ابجريد. طيب هنا ايش هذا؟ هذا بنش. هنا نسوي كرافت. نجيب الحديد العادي ونحوله لسبيكه. تمام وهذا السبيكه نحوله لصفايح. وهذه برضو السبيكه لهذا ايش؟ هذه السبيكه نحوله صفايح وهذه السبيكه نحوله لعصيان. طيب فهذا الحيوان عجيب والله عجيب. ما انت داري راسه من وجهه من قفاه غريب. طيب هنا نبغى نسوي ابجريد ل1. يقول لك لو سويت الابجريد حيجيك الستيشن هذا وحتقدر تسوي بورتابل ماينر. اوه حلو. وحيجيك ونزود لك 3 انفنتوري سلوت. ممتاز. يقول لك يحتاج خلينا يلا نسوي يحتاج 4 عصيان حديد. نسوي الاربع عصيان حديد. هذه يبغى لنا اول شيء نسوي سبايك اظن كرافت. اوه هذه اليه لازم اضغط اقعد اضغط على الزر عشان احول اسوي. ما هي اليه يدويه هذه. يلا نسوي سبايك نسوي سبايك. سوينا سبايك حلو. طيب هو كم يبغى؟ يبغى اظن 10 رود. شوف هنا ما شوف المهمه هنا شايفينها. يقول لك يبغى 10 رود. طيب نحول كل الحديد حقنا لسبايك. كل الحديد حولناه سبايك. طيب 10 ادينا 10. لازم اقعد ضغط عليه بيدي. شوف لا ما ينفع لازم ايه خلاص عندنا اكثر من 10. فين نروح الهب هنا نقول له خذ العشرة. يا سلام اوه كبر المكان صح كانه جاله سقف كذا. واظن كل ما تسوي ابجريد كل ما وجانا هذا الستور الجديد. حلو وجانا زاد وزاد على عندنا 3 هنا. ممتاز. هنا ايش في؟ حلو. ممتاز. ممتاز. حلو. يقول لك الحين سوي الابجريد الثاني. شوف الابجريد الثاني شيء يديك سملتر صهاره وباور لاين وكبر انجوت وواير وكيبل ونقدر نسوي سكان للكبر. حلو. طيب نسويها نسويها. ايش المطلوب؟ مطلوب 20 عصيان حديد و10 صفايح حديد. نروح هنا نقول له انا عندي هنا حول لي السبايك الى 10 صفايح. ايوه كم صفيحة؟ بس عندي 6 صفايح ما يكفي. الرود كم عندي؟ الرود عندي 9. لازم نروح نجيب حديد. لا يقول لك يقول لك اكويبمنت شبر سوي. يقول لك ايوه. طيب هذا ايش يحتاج؟ يحتاج 6 صفايح و4 رود. نسوي نسوي كيف كذا نخلي وجهه كذا. ايوه نبغى يقول لك لصقناه في البيت كذا. نبغى القاعده حقتنا تكبر. حلو هذا المختبر حقنا الحين هنا المعمل. فنسوي في المعمل نبغى هذا الماينر. الماينر هذا هو يسوي خلاص مو اقعد انا اكسر. ايش يبغى؟ يبغى بالاثنين بليت. لازم اول شيء نروح نجيب حديد بيدنا. هنا اظن في موجود حديد. هذا ايش هذا؟ هذا حديد. حلو طخ طخ مره حلو. تك 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 تك. حلو والله التكسير بصراحه ممتع. اللعبه هذه احس انه فيها من بلانت كرافتر وفيها من هيدرونير. في اشياء كذا داخله مع بعض. طيب اخذنا حديد. انا الحيوان هذا اللي ماشي هنا برا بصراحه ما هو عاجبني شكله كذا خوف. طيب لا اول شيء نحول كرافت بنش. نسوي كم قلنا؟ اول شيء هذا لازم نحولها. مو معقول نقعد كذا بيدنا لازم شيء اوتوماتيك. طيب انا اول شيء بسوي اني بجيب حفارات. حفارات تروح تجيب ايش؟
تجيب الحديد بدل ما اقعد احفر بيدي. فخلينا اول شيء احول كل الاور. ممتاز ممتاز، يلا خلاص غلقت غلقت هنا. نجي نقول له حول لي صفائح، حول لي صفائح، شويه صفائح ناخذ هنا. نحتاج صفائح كثير اصلا، حتى عشان الابجريد نحتاج صفائح. تمام، وحول لي شويه رود عشان نقدر نشتغل. حلو ممتاز. نروح هنا للمختبر ونقول له سوي لنا واحد ماينر. خلي دحين عندنا ايه هو ايش يحتاج؟ يحتاج اثنين بليت ويحتاج اربعة عصيان عندنا. يلا خذها، نقعد نضغط نضغط لما جاء. حلو ناخذه، خلاص هو كذا معانا. ايوه يقول لك سوي له كومنت وروح حطه في مكان الحديد، هو يجمع لك حديد ويقول لك ما يحتاج طاقة، هذا احلى شيء. ايوه بعدين حلو، شوف والله خطير آلي بوت. ايش يقعد يسوي؟ يقعد يجمع، يوه يقعد يجمع. تمام يلا اقعد جمع جمع يا حبيبي. حلو اضغط عليه انا بس اخذ منه الحديد اللي جمعه. ممتاز، خلينا نرجع نشوف ايش باقي الابجريد. والله البيت حقه قام يكبر شوي شوي. ممتاز، ايش يبغى له ابجريد؟ ال باقي 20 عصايه. انا كم عصايه عندي؟ لا نحتاج 20 عصايه. نحول هذه السبايك، بعد ما نحول هذا السبايك نحولها العصيان. فالعصيان نحتاج 20 16. لا نحتاج نحتاج نحتاج، خلي هذا الحفار تجيب حديد، ولا اذا ما جابت حديد روح احفر انا بنفسي كمان. انا احفر لا لسه. ايوه كسر. نرجع للادويه، هذه ادويه متعبه لكن ايش نسوي؟ لازم كلها على السبايك. الحديد الخام ما اقدر استخدمه على طول، لازم احول الحديد الخام الى سبيكه وبعدين من السبيكه يا احوله لا بليت يا ايرون رود. بس اظن مع الوقت بعدين خلاص ما يصير نحتاج ان نسوي السبايك. طيب يصير بعدين عندنا اجهزه تسوي. طيب لا جبنا كثير، نحن نبغى رود. الرود عندنا 20، خلاص نقدر نسوي ابجريد للهب. الهب لو سوينا له ابجريد، ايوه خذ هذا خذ هذا. اظن يا سلام والله كبر كبر البيت حقنا، شوف حركات يا هنا يا سلام. بايو ايش هذا؟ غرفة فاضية. اوف اوف اوف، هذا يقول لك طاقة، هذا جنريتور. يبغانا نسوي هاب ابجريد 3. تمام طيب حلو حلو. ماينر فور اوبتيمم ريزلت. تمام تمام. طيب ايش ابغى اسوي دحين؟ سملتر، هذا ابغى اسوي سملتر، مهم جدا ان اسوي. يبغى خمسة ويبغى نحاس. فين النحاس؟ نقول له كذا هذا النحاس. ايوه فين النحاس؟ في شيء نحاس قريب؟ في هنا وفي هنا. طيب لكن انا قبل ما اروح النحاس ابغى اشيل معايا، ابغى اسوي له ماينر عشان هو يقعد يحفر. ايش يبغالي؟ يبغالي اثنين عصيان. حلو نجيب اثنين عصيان حديد عندنا. حلو حلو جبنا اثنين عصيان حديد، نقول له يلا سوي لي هذا. حلو سوي سوي خلاص، واشيله واحطه في مكان الحديد. اللعبة رهيبة ترى، ممتعة ممتعة. أحس أن فيها زي كذا زي هادرونير بس في الفضاء. هنا النحاس موجود يقول لك، والله بس بعيد بعيد والله النحاس، شوفوا فين موجود. والله هذا النحاس، لا هذا شكله مو نحاس إلا والله نحاس. طيب نحط الآلة هنا الله يعين. يا الله يعني تعال 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 اضربك. تعال 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 تعال. هذا ايش يسوي؟ هذا اذا اكلته والله شيء اصلا يفجع. خلينا نروح اقتله دحين. تعال ايوه، حتى الجهاز عندي اظن هذا ظل يضرب ضعيف. ايوه هات هات اللي عندك. ايوه تمام هربتنا. ايوه كسر كسر.
اباخذ معايا شويه نحاس وانا راجع، لازم ابغى عشان اسوي الاسلاك، الاسلاك تحتاج نحاس. حلو، على 23 عنده، لها 59. حلو، طيب هنا لو ضغطنا واحد واحد واحد. والله بس بعيد عن بيتنا النحاس صراحة، مرة بعيد، يعني كنا نفسنا نسوي شيء قريب. الحين المهم لازم اسوي ابجريد للبيت للليفل الثاني، الهب اخليه ليفل 3. لكن ايش بسوي دحين؟ يقول لك ايش مطلوب ليفل 3؟ مطلوب لا فين هنا الهب. ايوه طيب يا اوه كونستراكتور حلو، ولا حنخش في الاسمنت وحركات. طيب طيب اختارها. اوه شوف ايش مطلوب، انا عندي بس والله 10 منها. وقفوا، طيب خلينا اشوف، ابغى اسوي السملتر. السملتر ايش يسوي لك؟ اظنك يحول لك، خلينا اشوف السملتر. ما ميسنج ايش؟ يبغى له واير، يبغى لي 8 واير السملتر عشان اسوي. طيب لازم نسوي الواير. ايش معناه؟ معناه اول شيء احول النحاس الى سبائك نحاس، لانه ما اقدر استخدم الاور. تمام، وبعدين احول شوف الواير، الواير كم يحتاج؟ 8. هو 8، ممتاز حلو. طيب الحين اقدر اسوي السملتر. ناقص ايش؟ اوه بقي لي رد عصيان. عصيان اقدر اسوي 5 هنا. يلا ممتاز. ايوه يلا جاء السملتر اقدر اسوي. طيب بس خليني الفه. ايوه ابغى تعال على ورا شويه، ما تقدر تيجي على ورا الا. حلو ممتاز. يقولك ابغى ايوه ابغى الحديد ويحول الحديد، اوه الاور يحول الاجنوت. لا مو انا احول بنفسي. حلو ممتاز، نجيب الحديد. تعال يا ورده، تعال هنا. ما جاء. نجيب الحديد من هذه. ايش بالآلة ما تشتغل؟ اظن 100 الماكسيمم حقها. تمام، بنجيب الحديد هنا وندخله ونقول له حول لي الحديد. ما في باور، هو يحول لك الحديد لسبائك، مو انت تقعد تضغط الزر وتحول تين 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 تين. لا هو يحول. يقول لك ايوه لازم نسوي طاقه. الطاقه ايش تحتاج؟ تحتاج اسمنت. اسمنت ما عندي، ما فتحت الاسمنت لسه، يعني ما اقدر اسوي السملتر هذا الا ما عندي الاسمنت. طيب يعني لازم نسوي شيء يدوي، لازم نسوي الاشياء يدوي. هات الحديد حقنا، هات. لازم الابجريد هذا نسويه يدوي، وبعدين الابجريد الجاي نسويه هنا. طيب حلو تمام. يلا شوف متعبه. الحين انا احول الحديد الى سبائك، هذيك الجهاز هو يحول لي السبائك، مو انا اقعد احولها بنفسي. تمام، خلينا نشوف البليت كم باقي له. البليت نبغى 20، انا عندي الحين 20. حلو، الرد يبغى 20. ايش هالصوت؟ اوه في ليل ونهار خطير. طيب حول شويه، نبغى عشان نبغى كم الرد؟ نبغى 20 رد. ممتاز حلو، اوكي جبنا الرد وزياده كمان. الواير كم عندنا؟ عندنا 12، هو يبغى 20، فلازم نحن نحول لما نشوف هنا عندنا. ممتاز، الحين نقدر يكون عندنا 20. حلو خلاص نقدر نسوي ابجريد. اما هذا الطاقه هنا لسه، هذه بقيله. اوكي يلا يا هب، جبت لك ال 20 من هنا وال 20 من هنا وال 20 من هنا، وسوي ابجريد. يا سلام ابجريد. ايش اللي صار؟ نيو بيلدينج نيو بارت نيو سكانبل. غرفة. شوف كيف الكمبيوترات رهيب. واو حمام. كنت اسويها في العراء. ما ينام. تمام. الحين نبغى شوف هذا هنا عشان هنا ناخذ هذه الاشياء طيب انك كنت اجمع. بس استنى، ما عندي طاقة، ابغى اسوي طاقة، ما عندي هنا طاقة. لحظة خليني اشوف، يبغالي اسمنت.
الحين عشان ابني هذه باقي لي اسمنت. طيب قبل ما نروح هذا لازم نجيب اللايم، نجيب له ماينر، لازم نسوي واحد. الحمد لله ايش ناقصني؟ بقصني رود، ثلاثة رود. طيب الليل جاء ما اقدر انام. والله شوف الشمس، والله رهيب الجرافيكس في اللعبة، رهيب من جد. طيب ابغى اجيب مع دحين، لازم عشان نسوي سمنت، انا لازم اسوي سمنت. اخذنا المهمة اللي بعدها اصلا، هذا المهمة اللي بعدها. اوه كمان نبغى 10 سمنت، انا ابغى السمنت اصلا عشان اسوي عمود الكهرباء. اوه حتيجي السيور، وهذه والله ما انا عارف الكونفير. اوه والله رهيب اللعبة، ثلاثة انفنتوري ستوت. طيب يلا نختارها، يلا شوف ايش يبغى. يبغى 10 سمنت، وال10 سمنت يبغى له من السلايم، من فين؟ هنا نشوف السميل، السمنت يبغى له من اللايم. ايوه من اللايم يمر. طيب طيب حنجيب، حنسوي حنسوي. ايش قلنا نبغى؟ الرد، نبغى الرد، نبغى نسوي الرد. ايوه الرد ممتاز. خليني اروح اسوي الآلة، ايوه عشان اروح اللايم. حلو، لازم عند كل، تعال انطحني انطحني، يلا موت موت. حلو والله صرت قوي. مو صرت قوي، تعلمت عليهم يعني. طيب هذا خلينا نكسره شيء، ناخذ ايوه. حلو، تك 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 تك، وحط نزل جهاز، نزل جهاز. لا نزل ايوه اشتغل. انا عبال ما انا اقطع كمان. حلو اوكي، رجعنا القاعدة الحين. نحنا اول شيء ابغى اسوي، ابغى اسوي عمود الكهرباء. عمود الكهرباء يحتاج اسمنت، خلينا نسوي اسمنت كونكريت. حلو كونكريت سوي، هو يحتاج 10 عشان المهمة، لكن انا ابغى اسوي عشان عمود الكهرباء. خليه يسوي كله هنا، شوف الماتور ورا، فابغى اجيب الكهرباء كذا، بعدين ننقل الكهرباء من هنا اظن كذا، ولا ايش يحتاج؟ يحتاج كيبل. بس اللعبة ممتعة بصراحة، ولا ايش رايكم فيها؟ الدنيا رايكم في الكومنتات. خلينا نسوي، نحن ناخذ، قلنا نبغى نسوي، نحتاج كيبل، نحتاج هذا الكيبل، الكيبل هذا يحتاج سلك. طيب ايش التعقيد؟ يلا نوصل الكهرباء. صدق يمكن يبغانا كيبل اكثر من واحد كيبل لهنا. طيب الكهرباء وصلت، وبعدين من هنا. حلو وصلنا الكهرباء، بس هنا ما في طاقة، اديك طاقة. لا حط، نديك خذ 500. هاي هاي شوف، اخضر معناه اخضر معناه في طاقة. ليه ما ولع؟ او هذا ليه ولع اصفر؟ ليه ما اداك ال، طيب شكله اصفر يعني ما في شيء شغال يعني. فهنا نبغى نحط له، نقول له لازم اوتوماتيك. طيب خذ كل الحديد، شوف هو وحده يحول الحديد لاجنت. تمام، يبغى لي والله بس اسوي واحده ثانيه لمين؟ لل واحده ثانيه سميلتر، جنب السميلتر هذا بصراحه ابغى جنبه. ليه كذا احسه طالع فوق؟ يمكن عشان الارضيه بس طالعه. هنا اقول له سوي لي كبر. اوه بس عارف ايش المشكله؟ مشكله ما في كهرباء، ما في كهرباء. نقدر نمد من هنا كهرباء؟ انا نبغى لنا كيبل، نبغى لنا كيبل. والله البيت حقنا قام يكبر، قام يكبر. الكيبل حول لنا، ادينا كيبل، ادينا اثنين كيبل. تمام انا ما بطول، بس خلاص نسوي الابجريد اللي بعده ونوقف، نسوي الابجريد اللي بعده ونوقف. طيب هات هذا هنا. ايوه يا سلام، نمد هنا خلاص. هذا يسوي لنا حديد، هذا يسوي لنا سبايك حديد، وهذا يسوي لنا سبايك نحاس. تمام هات السبايك الحديد 46، شوف بدون ما اقعد اتعب واقعد اضغط تت 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 تت. طيب خلينا نسوي المهمه. الكيبل كم يبغى؟ 20 كيبل. صدقوا يبغى 20 كيبل. عارفين الكيبل ايش معناه؟ معناه اني احتاج
اسوي نحاس اسوي واير، والواير احوله الكيبل. واو والله مشوار. بس شوفوا خلاص عند العشرين هذا، اول ما تحط العشرين هذا انتهينا منها. اوكي هنا خذ السبعة وخذ الاثنين صفائح. والله 75 صفيحة صاحين هذولا، 75 صفيحة. اوف والله يبغى لها شغل. بس خلاص نحن نسوي الابجريد هذا وانتهينا، ما نبغى اكثر من كذا. اللعبة مدمنة لعبة رهيبة وفيها شكلها اشياء مرة كثير. يلا اشتغل اشتغل، ابغى اروح اجيب حديد. دي الكيبل كذا عشان خلاص انتهينا من الكيبل، باقي لنا الصفائح. والله الصفائح شغل يبغى لها. في شيء ثاني اقدر ابنيه اصلا؟ كونستراكتور. وانا قاعد اقول خلينا نسوي كونستراكتور. يلا نسوي كونستراكشن. ايش باقي لنا؟ باقي لنا كيبل واحد، كيبل كيبل واحد حلو. ونقول يا سلام كونستراكشن هذا يا سلام. يعني انا دحين بسوي سير بين هذا وهذا. طيب يا سلام السير كأنه ماشي غلط. نحط الاف، اظن لازم نغير مكان هذه، لازم نخليها تعال تعالي، لازم نبني السميلتر صح. تمام بعدين نبني الكونستراكتور قدام لانه كان ترتيبه غلط. حلو فبعدين نبني السير بين هذا وهذا كذا حلو. بعدين الطاقة ايوه، بعدين الطاقة ممتاز، لا يكون غلقة الكهرباء عندنا ممتاز. اوكي نقول ايرون ايوه ونحط له. طيب دحين المفروض انه يطلع لي يا سلام يطلع لي السبايك هنا، يطلع لي السبايك هنا. المفروض دحين هذه تاخذ السبايك، لا بس ما قلت له صدق، وحول لي اياها لبليت. ايوه شوف خلاص هي تاخذ السبايك وتحولها لبليت. شوف المصانع هذه دحين زي كذا، شوف هذه تحولها ليش اوف شوف تاخذ الحديد يا سلام، وممكن تخرج من هنا اخذه يا سلام. حلو اشتغلي عادي اشتغلي. فهذه حتى نبغى نغير مكانها ونحطها زي كذا، لان هي لها مدخل ولها مخرج. خليني اروح اغلق المهمه حق الهب اليوم عشان ننتهي المهمه حقتنا. هنا 24 باقي لي خمسه بس، خمسه انا اسوي خمسه بنفسي، انا اسويها بنفسي الخمسه. ها تمام ونسوي الابجريد وخلاص. واو والله كبر بيتنا كبر. ايش بتصار ايش صار البيت حقنا هنا زي ما هو، بس ما اقدر انام. وفتح الدليب ومطبخ وحمام بدون باب يا سلام. وكمان فتح لنا انفنتوري شوف يا سلام نطلع فوق. والله كل ماله يكبر البيت حلو. ايوه لازم حتى هذا حنجيب. اظن كذا يكفي اعزائي المتابعين. شكرا لكم لحسن استماعكم. اللعبه هذه رهيبه وان شاء الله حنطلع منها حلقات. في امان الله.